receive ambassadors of peace. Bedro Haji, and from Lebanon, been in Australia for nearly 5 years, and his profession is interior and graphic designer. He also worked in media field as a radio presenter to Radio 2ME and a journalist for Al Nojum magazine and other Arabic newspapers. Thank you. Thank you. وجه تهاني الى بيدرو الحاج على نيله هاللقب هيدا يلي استحقه لمجمل اعماله باستراليا وبلبنان، ومنهنيه على لقب السفير وان شاء الله بيحملوا دائما وبالتقدم والازدهار الى الامام. معكم كان جورج بيطار القنصل اللبناني العام بسيدني. شكرا. مباشرة من سيدني أستراليا عبر موقع واحد مميز لبنان إن أستراليا ويب ديلي نيوز، أخبار العالم بين يديك بإدارة الإعلامي بدر الحجي.